الأولى قرار المحكمة تأدي نظر دعوة لبس 25/7 2015 وطلب الدفاع الحاضر مع المحكمة الأول سماع شاهد 16 الضابط الكريم علي إبراهيم عريف وأمر بإخلاء سبيل المتهمين أحمد عبد العال أحمد عبد العال محمد السيد عبد الحميد محمد سليمان محمد عبد المنعم عيد مبروك وعمرو عمارة محمد أحمد وأحمد عبد المنعم السيد حسن وتنفع عليهم بالقبول بنفس المحددة مع اصطلاح حبس البركان السيد علي كريم أبو المعاصي على ذمة القضية. القضية الثانية قرار فيها 14/13 عجوز قرار المحكمة تأتي نظر الدعوة 25/7/2015 للانطلاع وسماع ود الاستاذ وطلب الحاضر عن المتهم الاول والثاني عشر للانطلاع وسماع شهاده الشهود سماع شهاده ود الاستاذ وامر باسلام سبيل المتهم احمد عبد المنعم السيد حسن وتنبع عليه بالحضور في الجلسه المحدده وامر بالقبض على المتهم الاول السيد عبد الشهيد وحبسه على ذمه القضيه.